ازاي تقدر تعمل اعادة ضبط مصنع للويندوز بتاعك؟ يعني باختصار ازاي تقدر ترجع الويندوز لكل الاعدادات الافتراضية والملفات الافتراضية وتحل كل المشاكل اللي فيه بمنتهى السهولة، كأنك بالظبط ثبت ويندوز جديد، لكن ممكن ما تخسرش ملفاتك، ممكن ما تخسرش الحاجات اللي عندك في السي. ففي اختيارات كتير في الموضوع هنشوفها كلها مع بعضها دلوقتي، يلا بينا. السلام عليكم شباب، ايه الاخبار؟ فيديو جديد. انا احمد سامي. السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ فيديو جديد، انا احمد سامي، والنهارده انا جاي لكم بموضوع فعلا مهم وفعلا هيفيدكم. اوكي، النهارده انا هتكلم عن حاجه فعلا حلوه. ايه هي الحاجه اللي انا هتكلم عنها النهارده؟ ازاي تقدر تعمل ريست او اعاده ضبط مصنع للجهاز. في الاول هشرح لك ايه، يعني هقول لك ليه محتاج تعمل كده، او ايه هو اعاده ضبط المصنع للجهاز، وبعد كده هنمشي في الخطوات خطوه خطوه. حلو، حلو جدا. في الاول ليه محتاج تعمل اعاده ضبط مصنع، او ايه هو اعاده ضبط المصنع بالظبط؟ اعاده ضبط المصنع او الريسيت بتاع الويندوز هو عباره عن ان انت مثلا بتستخدم الويندوز بتاعك، عملت في الويندوز ده مشاكل، حملت ملفات يمين شمال، بوظت عدلت، مع الوقت طبعا الويندوز حالته بؤس حرفيا يعني. فالفكره كلها دلوقتي انت عايز تحل المشاكل دي اللي موجوده عندك في الويندوز دي، يا اما تثبت ويندوز من الاول، او يا اما تعمل للويندوز اللي عندك ريسيت. الريسيت هنا له كذا نوع، او اعاده ضبط المصنع زي ما بتعملها في الموبايل بتاعك. مش لما الموبايل بتاعك بيهنج او بيعلق بتروح عامل له ريسيت، اعاده ضبط مصنع يرجع جديد، اهو ده نفس الفكره في الويندوز بالظبط. بس مايكروسوفت ما شاء الله عليها، يعني زي الموبايلات الحديثه في اندرويد دلوقتي برضه نفس المميزات بتاعه الريسيت، اللي هو ايه، انت تقدر تعمل اعاده ضبط مصنع ماشي، بس ممكن تعمل اعاده ضبط مصنع للاعدادات بس، واسيب لك ملفاتك وهمسح لك البرامج. ده اختيار. في اختيار تاني ان انا همسح كل حاجه، تمام؟ فدول بتختار منهم اللي انت عايزه. بعد كده في اختيارات تانية، الاختيار اللي بعد كده زي ايه، مايكروسوفت بتقول لك والله انت عايزني اثبت لك الويندوز منين؟ عندك فلاش عليها ويندوز، عندك اسطوانه عليها ويندوز اخد منها الملفات اللي بايظه عندك او كده، ولا تحب احمل لك من النت الويندوز من اول وجديد واثبته لك بمعرفتي؟ تمام، فهي دي الفكره، هو ده اللي بالظبط مايكروسوفت بتقوله. انت طبعا هتختار اللي يعجبك، وهنشوف كل ده دلوقتي ازاي. بعد الاختيارات دي انا طبعا بديك الفيو بتاع الفيديو كله او الفكره كلها، لاني ما بحبش جو اللي هو ايه شوق ولا الدواء اللي بيستخدموه اليوتيوبرز دلوقتي. انا بفهمك كل حاجه من الاول، تمام. بعد ده لما تخلص الخطوه دي، في خطوات بتحتاج تعملها، في خطوات بتحتاج تعملها. انت طبعا مش هتثبت ويندوز من الاول، او مهما كان في خطوات بيقولها لك. ايه هي الخطوات عشان تبقى فاهم؟ في الاول خلي بالك هو هيخرج من الواي فاي بتاعك، تمام. فبعد ما تعمل الخطوات دي ويحمل الويندوز، هيعمل ريستارت كذا مره، هياخد معاك من نص ساعه، تلت ساعه، نص ساعه، ممكن ساعه لتلت اقصى حاجه، لكن عمره ما خد معايا ساعه لتلت للامانه. بعد كده هيبدا يسالك اللي هو ايه اسم الجهاز بتاعك مثلا، انت هتقول له والله اسم جهازي كذا. بعد كده شويه حاجات في الجهاز، اللي هو اسمه، انت حاطط اسم الجهاز، عايز تحط باسورد ولا مش عايز، ايه الكيبورد او لوحه المفاتيح اللي انت عايز تحطها، كل الحاجات اللي انت ايه ممكن تستخدمها دي. حلو، حلو جدا. طبعا انا هوريك في الويندوز هنا ازاي نقدر نعمل الموضوع. انا مش هعمل ريسيت للويندوز بتاعي عشان تبقى فاهم، لكن انا هوري لك الموضوع، وانا عندي فيديو تاني انا كنت شارح فيه ازاي تقدر تثبت الويندوز بالكامل. انا هحط لك الجزء ده، يعني هعمل هاخد الجزء اللي انا قلت لك عليه بتاع تثبيت الويندوز ده، وهضيف لك اللي انت محتاج تعرفه منه هنا على الفيديو ده. كويس، هيبقى في شويه اختلافات انا هظبطها، مفيش اي حاجه، يعني الخطوات دي انا هظبطها، بس يكون في علمك ان في الفيديو اللي فات ده انا كنت بشرح ازاي تثبت الويندوز من الصفر، لكن المره دي احنا هنعمل ريسيت بس، فانت مش محتاج كل الفيديو، انت محتاج جزء منه. لكن لو عايز تعرف برضه ازاي تثبت الويندوز المكفوفين بالكامل، هتلاقيني شرح لك الموضوع. المهم نعمله ازاي، شغل لي النطق يا باشا. بص بقى، هتدوس على ستارت ار اي اس اي تي، اهو مجرد اني كتبت ار اي قال لي ريسيت ذس بي سي، اعاده ضبط المصنع، تمام. خش على ريسيت ذس بي سي، اهو فتح لي الاعدادات، اهو جيت ستارتد وذ ريسيتنج ذس بي سي. هو كاتب لك هنا بيقول لك ان ده هيحل لك المشاكل بتاعت الجهاز وهيخليه لك اسرع، بلا 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 بلا، كل الكلام اللي بيتقال ده. هتدوس هنا على الزرار اللي هو ايه، ريسيت ذس بي سي،
Keep my files, removes apps and settings, but keeps your personal files. بص بقى هنا دي الاختيارات اللي قلتلك عليها ماشي. Remove everything, removes all of your personal. Keep my files, removes apps and settings, but keeps your personal files. هنا بيقول لك ايه في اختيارين اتنين. اول واحد remove apps and settings يعني امسح البرامج والاعدادات لكن سيب ملفاتي. يعني ايه سيب ملفاتي؟ يعني انا عندي في الداونلودز ملفات، عندي في الدوكومنتس ملفات، عندي على سطح المكتب ملفات، عندي ملفات في اماكن كتير. فلو هو لا معلش ما تلمسي اي حاجه من ملفاتي الخاصه لكن امسح البرامج والاعدادات بتاعه الويندوز، رجعها لي اساسيه. بص هو طبعا دي فكره كويسه لكن انا شخصيا ما بحبهاش قوي. لو عندك حاجه على السيم قلها جوه وسيبه يمسح كل حاجه تمام. تاني اختيار بيقول remove everything, remove your personal files, files and apps اللي هو شيل لي كل حاجة موجودة على السي يا باشا وطلع لي ويندوز ايه نضيف. لو دوست تاب هتلاقي فيه حاجة كمان اللي هي help me choose او ساعدني على الاختيار. دي بتقول لك والله انت عايز تختار ايه، اللي هو هيوصلك صفحة نت فيها الوصف كليا على الموضوع بس هو مش محتاج. احنا شرحنا مثلا اختار الاختيار الاول. هنا بيقول لي that will take long ده هياخد وقت تمام. هنا بيقول لك ايه اختيارين اتنين تانيين اهو. في اول واحد اللي هو الكلاود داونلود والتاني اللوكال داونلود. الكلاود داونلود ده هيحمل الويندوز من الموقع الرسمي بتاع مايكروسوفت نفسه ويثبته، ده بياخد وقت اطول طبعا بكتير، دي معلومه لازم تبقى فاهمها. بس في نفس الوقت انت بيجي لك احدث ويندوز من مايكروسوفت تمام. يعني الشكل ده بيخليك توصل لاحدث اصدار. طيب انا مش عايز احدث اصدار، انا عايز الويندوز اللي عندي بس تصلح لي الملفات. يعني ايه اللي هو تعمل لي ريسيت؟ هتختار الاختيار الثاني اللي هو يثبت لي ويندوز من الجهاز ده. مثلا هختار كلاود داونلود اهو، برضه في هيلب مي تشوز او ساعدني على الاختيار. هنا طبعا انا عشان انا على انترنت محدود مش على واي فاي، فهو بيقول ان الداونلود من الموقع نفسه ممكن ياخد حوالي 4 جيجا من الفايل من النت يعني. فبيقول لك خلي بالك انت على نت قليل، انت عارف انت بتعمل ايه فاهم. فطبعا انت في حالتك ده مش هتظهر غالبا، فانا في حالتي دي هتظهر لان انا مش موصل على واي فاي، لكن هيبدا معاك الداونلود اوتوماتيك. طبعا انا مش هبدا الداونلود لان انا مش هعمل ريسيت، لكن لو ظهر لك دي هتقول نيكست. لو قلت نيكست هيبدا معاك ايه الداونلود من غير اي مشكله. حلو، وخلي بالك دي عمليه طويله يعني الويندوز وهو بيعمل داونلود بطيء شويتين، فخلي عندك صبر. على فكره ينفع تستخدم جهازك طول العمليه تمام. فطبعا انا هقول له كانسل، انا مش عايز احمل حاجه ولا عايز اعمل ريسيت، لكن انا بوريك تمام. ففي الحاله دي لو انت قلت له اوكي، هو الراجل دلوقتي شغال عمال بيعمل ريسيت مع نفسه، عمال بيحمل الويندوز. لما هيخلص هيقول لك انا هعمل اعاده تشغيل. لما يعمل اعاده تشغيل هيعمل ايه بقى عشان بس نبقى متفاهمين؟ هياخد شويه وقت. بعد ما ياخد شويه الوقت دول هيفتح لك الويندوز. هتفتحه اول لما مش الويندوز نفسه الديسكتوب بتاعك. يعني لو انت عامل، خلي بالك بس عشان هي مش شرط تظهر لك تمام. لو انت قلت للويندوز امسح كل حاجه من السي وابدا لي من الصفر، هيجيب لك خطوات اللي هو يقول لك ايه والله قول لي اسم الجهاز. لو انت مش عامل ساين ان، يعني انا دلوقتي انا داخل بحساب مايكروسوفت اهو، حساب مايكروسوفت ده عليه بياناتي وخلاص، فهو هيملى من حساب مايكروسوفت ما عندوش مشكله. بس لو انا قلت له امسح حاجه، امسح البرامج بس سيب ملفاتي، مش هيسالك ولا هيقول لك اي حاجه تمام. تمام، هتسيبه يخلص. لو ظهر لك الشاشه دي، الشاشه دي ممكن تتخطى كل اللي فيها وبعد كده تملاها من الويندوز عادي. كل اللي بيجي فيها بيقول لك الريجن، المكان بتاع الدوله بتاعتك، انت فين دلوقتي، فهتقول له مثلا مصر في حالتي. بعد كده اسم الجهاز، بعد كده الباسورد اللي عايز تحطه، بعد كده عايز ساين ان ولا لا، فانا اقول له لا او اي على حسب انت عايز ايه. بعد كده هيقول لك والله وصل لي بالواي فاي. طبعا مش شرط، انت ممكن توصل بالواي فاي بعد ما تدخل للويندوز، انت فاهم الفكره عادي يعني. وكل الاداه دي قابله للتغيير بسهوله، انا بس بحاول افهمك او اوري لك كل الاحتمالات الممكنه للموقف عشان ما تتفاجئش تمام. دلوقتي في حالتك انت لو هتعمل ريسيت هتستنى لما يخلص وبعدين نشوف هيعمل ايه. دلوقتي انا هجيب لك الجزء الثاني من الفيديو انا كنت بكلمك فيه بتاع بقيه خطوات التثبيت عشان تشوف ايه اللي جاي بعد كده. الجدير بالذكر عشان تبقى عارف عن الفيديو بس ده عشان لو يهمك تعرف المعلومات اللي فيه او كده، او اللي انا هاخد منه الجزء ده. فانت دلوقتي عندك حاجات معينه، يعني مثلا انا بشرح لك ازاي تقدر تقسم الهارد بالكامل، ازاي تقدر ان انت تحمل التوكينج، وازاي تقدر تحمل الايزو من مايكروسوفت نفسها، وكل البروسيس من الصفر.
فلو عايز تعرف اي حاجة عن الموضوع ده انصحك طبعا ان انت تروح تشوف العملية كاملة من الفيديو عشان تفهم كل حاجة بتتعامل ازاي. فده كان بس ملحوظة سريعة قبل ما نبدأ الجزء او قبل ما نبدأ بقية الخطوات بتاعت الايه بتاعت التثبيت. فانا انصحك جدا انك حتى لو مش هتعمل ويندوز ان انت تتشيك الفيديو ده او تسمع الفيديو ده عشان برضو تفهم العملية كلها فيها ايه، عشان في يوم لو واجهتك حاجة او حاجة غير متوقعة او انت مش فاهم يعني ايه التوكينج او مش فاهم ازاي او مش فاهم مثلا اثبت الويندوز فين او اي حاجة من الحاجات دي او الدرايفرز او اي حاجة، فاسمع الفيديو ده عشان تفهم كل حاجة. دلوقتي الويندوز عندي فتح بأداة الريجن، الت وكنترول وانتر عشان تفتح ايه الناريتور. زي ما انت شايف فتح هنا مايكروسوفت اكونت. هنا الريجن بتختار المكان اللي انت منه، انا طبعا في مصر فاختار ايجيبت. زامبيا، زيمبابوي، يمن، والاس، أوزبكستان، يوروب، يونايتد، دي اليمن، تركس، تي انا هطلع للاي، تايوان، سويدن، ساوث، ساوث، سانت مارتن. انا عارف الصوت ممكن يكون هادي شويه، فانا عايز يعني نفسي ان انا اقربها لك عشان تقدر تسمع احسن. ساودي ارابيا، ساوث، دي السعوديه هيت، قطر، دي قطر، نورث مات، نورث الان نورث كارولينا، مارشال ايلاند، مالطا، مارشال ايلاند، اطلع اطلع اطلع. كيريبات، كينيا، طبعا تقدر تغيرها من الاعدادات لكن من هنا هونغ كونغ، هندوراس، هايتي، دي الاتش اهوت، جورجيا، غامبيا، جورجيا، فنلاند، فارو، استونيا، اريتريا، اسوات، اثيوبيا، فالكلاند ايلاند، اس اريت، اكواتور، السال، ايجيبت. ايجيبت اهي. 249. تمام، انت طبعا هتختار بلدك. Yes. بعدها تاب عشان اقول له يس. Yes. Windows setup. Just a moment. Just a moment. هنا الكيبورد سيلكشن يو اس. طبعا انا ما عنديش مشكله، انت هنا ممكن تضيف العربي لكن عندي ممكن تضيفها من الجهاز. في حالتي انا عندي مايكروسوفت اكونت، فبالتالي لما هدخل بيه كل اعداداتي هتجيلي. فانا ما عنديش مشكله، انا مش هختار الجزء ده، لكن طبعا انت تقدر تقلب بالاسهم واللوحه اللي تعجبك تدوس عليها مسافه. Yes. لكن هدوس تاب واقول يس. كنترول بار مايكروسوفت اكونت ويندو، كنترول بار ايز اوف اكسس، وان تو اد ا سكند كيبورد لاي اب، ديس فوليوم، ويندو سيت اب، وان تو اد ا سكيب. سكيب بيقول لك عايز تضيف لغه ثانيه. لا انا مش عايز، انا بالنسبه لي انجلش كفايه. ايه بقى تاني؟ نتورك كونكشن فلو ويندو. هنا نتورك كونكشن. Secured. Signal 2 out of 4 bars. هنا بيديني شبكات الواي فاي بتاعتي اللي انا متصل بيها او اللي موجوده هنا في المكان اللي انا فيه. فانا معايا شبكه هنا اسمها احمد، دي الشبكه اللي انا بستخدمها، فهي دي اللي انا هشغلها. طبعا انا شبكتي هيدن، فخلي بالك يعني هختار الاختيار هيدن. تمام، كونكت اوتوماتيكلي، تشيك بوكس تشيكت، كونكت، واقول له وتاب وكونكت كانك بتوصل شبكه واي فاي عاديه. احمد كده كابيتال ولا سمول؟ تمام. هنا بيقول لك الباسورد ده الباسورد بتاعي. Do you want to allow your PC to be discoverable by other PCs and devices on this network? We recommend allowing this on your home and work networks, but not public ones. Now we yes. have some important setup to do. Now we have some important setup to do. نكمل معاه بقى. Control bar. Disable voice control button. هنا disable the voice control لو انا عايز كورتانا تسكت، لكن مش هتفرق قوي. Volume. Now we have some important control bar. Now we have control disable volume button. Now we have some micros just a moment at level 2. زي ما انت شايف just a moment استنى. Now we have some important setup to do. هو طبعا دلوقتي بيوصل بشبكة الواي فاي وبيظبط اعداداته والموال الطويل ده كله اللي انت عارفه يعني. فهتدي له برضو شوية وقته على ما يشوف مثلا هو طبعا ده ويندوز جديد،
على ما يشوف التعريفات بتاع جهازك اللي مطلوب. هنا بيقول لك تعال نشوف ايه الجديد في الويندوز عندك. Control bar, disable voice volume. Now let's see what's new in Windows. كورتانا هتسألني شوية أسئلة دلوقتي تمام، أو الويندوز عموما، عشان يحدد لي استخدامي في الويندوز تمام. وطبعا بس زي ما بقولك دلوقتي بيظبط الكارت بتاع أو بيظبط النتورك أو الشبكة في الجهاز بتاعي على الشبكة اللي موجودة في البيت، ويظبط دنيته بيها ويكمل بياناته والحاجات اللي من النوع ده، فهو بياخد شوية وقت. Windows setup. Just a moment. At level 2. Just a moment. فهتستناه برضو حد ما يكمل. Pain. Control. Disable voice volume. Microsoft account. Windows. How would you like to set up? Set up for personal use. Control bar. Disable voice volume. How would you like to set up? هنا بيقول لك عايز تعمل سيت اب للويندوز ازاي، ودي برضو اختيار جديد. سيت اب في البيرسونال يوز يعني في استخدام شخصي، انا شخص واحد وبستخدم جهازي كشخص واحد. اما انا لو ده جهاز عيله مثلا، ما اعتقدش ان في ناس بتشارك في الكمبيوتر اصلا، بس يعني افترض لو في، فانت هتظبطه ان هو ايه فاميلي اكاونت او كده، او ورك اور سكول اكاونت. يعني سيت اب فور ان اورجانيزيشن. هنا عندك حاجه يا اما فردي يا اما منظمه. لو انت بتعمل الويندوز ده في شركه فده هيخليك تابع للشركه، لكن انا بيرسونال يوز، انا مستخدم فردي تمام. Next. Microsoft account. Windows setup. Just a moment. برضو just a moment. Get more when you sign in. Enter your email. برضو هنا بيقول لك get more when you signed in. ان انت لما تعمل تسجيل دخول هيشوف بياناتك ويكملها لك والجو ده. فانا ما عنديش مشكله يعني، انا هساين ان. لو انت ما عندكش هتقول له سكيب عادي. لينك اوف لاين اكاونت بات لينك كرييت اكاونت انتر يور ايميل ا جي جي اتش ان اي دي تي اي اي بي اي ان تي 3 ات امثيست 313 تي ال اوكي امثيست 3 لينك انتر يور ويت بليز ويت انتر ذا باس الباسورد بقى انتر. Please wait. Get more when you sign in. Pain. Please wait. اهو دلوقتي please wait لان هو خلاص بيساين ان يعني. وعلى حسب الاسئله اللي هو يحتاج يسالها لي طبعا هيقول لي. Microsoft account. Windows setup. Just a moment. At level 2. تمام. برضه just a moment. فتمام. Create pin. هنا بيقول لك create pin، والبن هو عباره عن الرقم اللي انت بتخش بيه للويندوز بسرعه، زي النمط اللي انت بتعمله او كلمه السر اللي بتعملها للموبايل بتاعك. فتمام. Control bar. Create a pin. Create pin. هو تمام. Microsoft account. هيقول لي البن انت عايزه كام دلوقتي. Just a moment. At level 2. Windows security window. Cancel button. Alt C. Set up a pin. Create a pin. New pin. Cancel. New confirm pin and include letters and new pin. انا عايز احطه. Hidden. Confirm pin. كرره تاني. Hidden. Include letters and symbols checkbox unchecked. هنا include letters انا بقلب التابعه. هنا بيقول لك include letters and symbols اللي هي الايه الحروف، فمش مهم انا مش حاطط حروف. Okay. اوكي طبعا ده مش الباسورد بتاع الايميل بتاعك، ده البين بتاع الجهاز اللي هو انا جهازي ما بيقعش في ايد حد. فتمام. طبعا لو انت يعني ده البرايفسي سيتنج، انت طبعا هتقول له اكسبت. كنترول تشوز كنترول ديسيبل فوليوم تشوز برايفسي سيتنجز فور يور ديفايس جروب. Use your voice for dictation and to talk to Cortana and other apps that use Windows هنا. Cloud-based speech recognition. ده بيقول لك تختار صوتك عشان يبقى voice data to help improve our speech services. طب اتكلم. Checkbox checked. ده بيقول لك عشان كورتانا.
انت عايز تشغل صوتك لكورتانا عشان تقدر ان هي تعرفك والجو ده والسيت اب اللي احنا متعودين عليه. وانا اتكلمت عن كورتانا في فيديو قبل كده فمش موضوعنا. تاب Let Windows and apps request your location and allow Microsoft to use your location data to improve location services. Checkbox checked. بص هي مش هتفرق يعني انا بالنسبه لي الموضوع ده مش مهم لكن عادي انا احطهم كلهم تشيكت عشان اخد كل الخدمات. Turn on find my device and use your device's location data to send all basic diagnostics, send inking and typing. Let Microsoft apps can use advertise, learn more, accept. هقول له accept. بس Microsoft account. من امتى احنا بنقول لمايكروسوفت لا؟ across devices with activity history. Yes. ده sync more across devices زي المزامنة في الموبايل اللي هو مثلا لو انت عندك بيانات في جهازك تاني هيجيبها لك هنا وكده. فانا بالنسبة لي بما ان رابط كذا كذا ببعض فتمام. Control. Do more. No. Yes. Button. Yes. Microsoft account. Windows setup. ايه تاني بقى؟ Just a moment. Just a moment برضو. Get instant access to your Android phone and hashtag 39 S photos, texts, notifications and more. Phone number, telephone, 109-824-5058. شكرا انك قلت رقم تليفوني لكل الناس اللي موجودين بيسمعوا الفيديو. طبعا هو دلوقتي بما ان انا كنت داخل اساسا او انا الايميل ده انا حاطه على الموبايل كمان فهو بيقول لي توصل جهازك بالموبايل. فانا بالنسبة لي send, but do it later. Later يعني مش وقته. Microsoft account, Windows طبعا مش لازم يظهر لك ده. ده مش هيظهر لك كل ده. ده عشان انا دخلت بالايميل بتاعي وانا ايميلي رابطه باجهزه تانية. فهو الراجل بيسال هنا بيقول ايه؟ privacy button only save files to this pc button windows setup back only save space only save files to this pc disable windows setup just a moment at level 2 just a moment at level 2. هنا طبعا بيقول لي على الباك اب والحاجات اللي من النوع ده. فانا بقول له انه لا سيب لي فايلات في البي سي ده. Just a moment. انا عندي حاجات تانية بسيف بيها فتمام. لو بيقول لك يرفع ملفاتك عند مايكروسوفت عشان لو عايزها من جهاز تاني وين درايف والحاجات دي كلها. لكن احنا مش ناقصين نحط للفيديو تعقيد يعني. فخلي الراجل يخلص. اتمنى طبعا تكون سامع النطق لان يعني ده اقصى جهدي بجد. خلاص هو كده عمل ريستارت. This might take a few minutes. Getting your PC ready. Getting your PC ready that will make a will take a few minutes. Don't turn off your PC. بيقول لك احنا بنظبط الجهاز بتاعك خلاص يعني انا خد مني الاعدادات اللي هو عايزها وبيشغل لي الجهاز. وبيقول لي ده ممكن ياخد شويه وقت ما تقفلش الجهاز بتاعك. فتمام انا مش هقفل الجهاز بتاعي. طبعا هو كان المفروض يسالني على اسم الجهاز تمام. هو ما سالنيش. انت المفروض الخانه دي تظهر لك ان هو يقول لك الكمبيوتر بتاعك اسمه ايه وعايز تحط له باسورد ولا لا. لكن ليه ما ظهرتش؟ لان زي ما قلت لك انا دخلت بالاكونت بتاعي هو في بيانات عني قبل كده. فانا ليه هخترع الذره واعيد من الاول؟ زي لما بتخش بالحساب بتاعك بتاع اي كلاود مثلا على حاجه معينه وبيجيب لك بياناتك كلها او بتخش بحسابك بتاع جيميل على الموبايل بتاعك فبيرجع لك كل اعداداتك. فهو ده نفس اللي هو بيعمله. Getting your PC ready نفس التحذير. ما بنظبط جهازك ما تقفلوش والجو ده. هنستناه برضو بس دي اخر حاجة يعني. هو ما اعتقدش انه يطلب حاجة تانية. يبقى غبي لو ما قدرش. هو دلوقتي بيحاول يجيب البيانات من الايميل بتاعي من انا موصل بالانترنت. فهو بيحاول يكمل لنفسه البيانات من الايميل بتاعي ويديني مثلا لوحات المفاتيح بتاعتي زي الايطالي والعربي والانجليزي. Getting your PC ready. This might take a few minutes. Don't turn off your PC. حاضر يا حبيبي مش هعمل كده. فهم منتظرينه برضو. نحن ننتظر. اهو دلوقتي قفل تاني هوت وفتح واهلا بويندوز 10. زي طبعا ده الناريتور. خليني اروح
للمكان اللي انا حاطط فيه الام في دي بتاعي عشان تقدر انك تشوفه يعني. طبعا رائع جدا لانه جاب لي الدارك مود. بس بعد ما تخلص العملية دي هيفتح لك على الديسكتوب بتاعك. طبعا لو خدت بالك في الجزء اللي انا وريته لك من الفيديو فانا فتح لي على ويندوز جديد في الفيديو، لكن ده طبعا مش الحالة في حالة الريسيت. طبعا الريسيت هو الراجل بيفتح لي بكل الحاجات اللي موجودة عندي في الاساس على حسب طبعا الاختيارات اللي انا اخترتها، لكن لو انا مثلا اخترت الحاجات اللي من النوع ده هيفتح لي بالخلفية بتاعتي بالمش عارف ايه بكل الاعدادات اصلا انا حاططها في الويندوز من غير اي مشكلة. ولو انت حتى اخترت الاختيار ايه اللي بيخلي الجهاز ما يمسحش بياناتك، عارف الاختيار اللي انا وريته لك ده اللي هو امسح لي البرامج والاعدادات لكن ما تمسحش بياناتي، لو عندي ام في دي اي على الديسك توب حتى نسخة محمولة هو مش هيمسحها. بس فده كان الفكرة وما فيها، وده كان الفيديو اللي فات. وانا قلت في الفيديو 100 مرة برضو ان مش كل الاعدادات دي هتظهر، فيعني اتأكد ان مش كل ده هيظهر، لكن انا بحب اوري لك كل حاجة بالتفصيل الممل عشان برضو ايه الفيديو يبقى جايد كامل. يعني ممكن يبقى جزء انا عارف انه مش هيظهر او مش هيظهر قوي، لكن انا احب اديك كومبريهانسيف يعني كل حاجة مع بعضها. رابط الشرح بتاع ازاي تقدر تعمل الويندوز اللي الفيديو ده جزء منه، اللي انت شفت جزء منه ده بقالك شوية، موجود في الوصف بتاع الفيديو. وكمان في حاجات تانية يا ريت يعني لو انت غالبا بتسمع الفيديو ده فانت هتهمك، زي مثلا ايه، في فيديو عندي شارح فيه ازاي تقدر تحدث التعريفات الخاصة بالويندوز كلها بضغط زرار واحد وباللغة العربية، فنصيحة ممكن انت تشوف الفيديو ده. في فيديوهات تانية عندي مثلا ازاي تقدر تعمل اوبتمايز لويندوز 10، ممكن تشوف الفيديو ده، ده برضو كويس. ازاي تقدر تحدث ويندوز 10 لاحدث اصدار، ممكن تشوف الفيديو ده. ففي عندي كذا فيديو مهمين انا عارف ان هم هيفيدوك مهما كنت مستخدم للويندوز، فياريت ان انت تروح تشوفهم. دوس لايك وشير وسبسكرايب وعلم على زر الجرس عشان اي فيديو جديد انزله يوصل لك الاشعار بتاعه على طول كده. ودوس لايك، اللايكات مهمه. ليه اللايكات مهمه؟ بس عشان تبقى فاهم، اللايكات مهمه لان يوتيوب شغال بالانجيجمنت، فدوستك اللايك دي بتفرق معايا جدا، فارجوك دوس لايك بس كده. اكتب لي تعليق حلو تحت الفيديو حمسني اقدم لك فيديوهات كتير وحلوه تاني. لو عندك اي سؤال او اقتراحات برضه سيبهولي في التعليقات. كان معاكم احمد سامي، سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.